هلو ليز اند جنتلمان، حبايبي كرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل تمام يا احلى ناس. اليوم جبت لكم مقطع اسطوري شباب، مثل المقاطع. اوكي حبايبي، شايفين وراي حدث اول سكين للاحداث الموجوده هذول. لما ندخل بالهذا وين ندخل؟ وش عم بحكي انا؟ ثواني بس صحتكم القهوه انتم كمان، ناخذ شفت قهوه عشان نصحصح شباب. السكين اللي بندخل بالساحه قبل ما ننزل قبل الطياره، هذا هو السكين شباب. لوز حبايبي. قبل كل شيء يا اساطير، لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، وبتمنى لكل الحلوين اللي خلصوا دراستهم، بتمنى لكم عطله سعيده يا حبايبي. اوكي بس ولكن لا تلعبوا كثير، روحوا اطلعوا اتفسحوا كذا، انبسطوا مع اصدقائكم، مو دائما باللعبه. اوكي بليز، يلا حبايبي الكرام، مثل ما انتم شايفين نزل البوتيك اكسكلوزيف ولا المتجر الحصري. اوكي حبايبي، ثواني خلينا ندخل هون، ليتس جو. ويلي 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 حبايبي الكرام. طبعا هذا الشباب هو يعني ما اعرف ليش هيك عملوا، يعني هو اصلا اسمه متجر الهاكر، تمام؟ بس ما بلا شيء يغيروا، يعني عملوا متجر حصري. اوكي متجر حصري يا حبايبي. طبعا شباب بالنسبه لي انا راح اخذ هذا السكين الموجود على الشاشه على اليمين، يعني باين شباب هذا السكنات من يعني الشيء اللي يعجبني بهالسكنات شباب، انه هيك يعني يطلع له هيك افكت وما افكت واشياء ولوز لوز، راح افرجيكم بعد شوي، طولوا بالكم. طبعا حبايبي الكرام، لازم نختار جائزتين الكبرى، يعني جائزه الكبرى، اول جائزه الكبرى مثل ما انتم شايفين على اليسار، وعلى اليمين شباب عندنا الجوائز الموجوده هون شباب. الحقيبه هي طبعا شباب راح نجرب هالحقيبه كمان، يعني اليوم الوضع لوز لوز شباب، بلشنا اليوم الثاني وضع لوز لوز. يلا حبايبي الكرام، خلينا من التاكيد، ليتس جو. اوكي ليديز اند جنتلمان. بس قبل ما نقبس اي حرقه شباب، بليز شباب قناه ثانيه حبايبي، اليوم ان شاء الله باذن الله تعالى راح ينزل مقطع اسطوري شباب، غير يعني كثير منكم قالوا لي المقطع هذا حلو شباب اللي نزلته، بس ولكن قلتوا لي عليكم بدنا لقطات من الرانكد يعني، وشوي تخلطنا زبطنا الوضع، تعملنا شيء لوز لوز. لايك حبايبي، جهزوا حالكم ان شاء الله، فيديو اليوم راح ينزل على القناه الثانيه اسطوري. ليتس جو شباب، يلا اول ضربه شباب. يا رب يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله لا تذكرني مره اخرى، ان شاء الله يطلع لنا. يلا 1 2 3 يا اخي، والله انا شباب مشتهي يوم من الايام شباب يطلع لي من اول لفه، يطلع لي من اول لفه شباب هيك يا اخي، انا حابب هيك يطلع لي، اعمل هيك ووب يطلع لي من اول لفه. لا من اول ما بلشت اللعبه شباب صار لي تقريبا 3 سنين لحد الان، كل الاحداث لازم كله اخر شيء شباب، يعني لا اغلي عليكم يعني الحظ اللي يلعبوا جديد ما جديد. شباب انا حظي بيض بهالاحداث. هات لنشوف، نفتح ضربة ثانية، شوف فرج دخيل الله، دخيل الله حبيبي، فرجوا. يلا نضرب ضربة ثالثة. صندوق غنائم سلاح، يا أخي شو بدي أعمل في هدول؟ يعني والله شغلتهم شغلة كمان هدول الشباب، يعني بحطوا لنا أشياء، يعني هلا مثلا 300 جوارة شباب، نضرب 300 جوارة. أبربكم شباب، هل أربع صناديق بيعملوا 300 جوارة شيء؟ أبربكم يعني، والله شيء غريب عجيب شباب أقسم بالله. أوكي شباب ليديز أند جنتلمان، حبايبي الكرام. اخر يعني شباب ما اعرف شو بدي اقول لهم، يعني قلت كنت بدي اقول يلا اخر لفه ممكن يطلع لنا السكين، مو عذرك شباب يعني طلع لنا السكين وما طلع لنا حبايب الحقيبه باين عليها لوز اللوز كمان. ليتس جو حقيبه مثل ما انتم شايفين، والان شباب باقيين 1400 مثل ما انتم حبايبي شايفين. ها شو ها؟ ها؟ لا تقولها يا زلمه، ويلي ويلي على الحظ شباب. ثواني يا حبايبي الكرام، نشحن ال 400 جوهر البقيان، ال 400 نشحن ال 400 جوهر شباب. ويلي 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 شباب. طبعا شباب انا بشحن عن طريق موقع جارينا شوب. اوكي راح افرجيكم حبايبي، ثواني طبعا راح افرجيكم شباب، كثير منكم علمنا قبل بان علمنا الطريقه حبايبي، راح اعلمكم اياها الان، طولوا بالكم. طبعا حبايبي الكرام مثل ما انتم شايفين شباب، على الشاشه هون على اليسار. اوكي هذا هو الموقع جارينا شوب، تمام؟ لازم تعملوا حساب عادي واي شيء، توثقوا بالرقم الهاتف تبعكم كل شيء لوز لوز. اوكي انا بدخل هون، بعمل هون، بجي عملت ريبورت، بجي لهون حبحط 11 40 19 17 80، الاي دي تبعي طبعا يعني مو اي دي تاع شخص ثاني. اوكي هون بيطلع لي الار تي جي وكذا ليكو
وهذا كله مثل ما انتم شايفين. طبعا انا شاب ناقصني يعني 1400 لازمني 400 جوال تقريبا. بجي لهون ما في رح نجي لهون بجي لهون. طبعا هون عندي الاشياء المهمه رح اعملها هيك الحساب عندي رح اعمل هيك اعمل هيك اعمل هيك هون بدخل على الحساب تبعي فهمت علي كيف. اوكي ثواني بس حبايبي افرجيكم اياه. وهون من بعد حبايبي هون مثل ما انتم شايفين اخترت القسيمه هي بجي لهون بيعمل بكتب يعني سند هذا الرقم اوكي بيسالني الرقم على هاتفي شباب اوكي هيك يا جميلين مثل ما انتم شايفين تك تك نعمل هيك هيك شباب روحنا رح نعمل الان من اللعبه طولوا بالكم فرجيكم اللعبه شباب شوفوا فوق هيك حبايبي بيكون وصلني هاي الاول قسم الجواهر بنجي نعمل هيك تك تك ونشحن الباقي لازم يلزم له كود ثاني نعمل هيك راح يوصلني كود ثاني حبايبي اوكي واجي لهون وبعمل ريدي ستوب جو سيت جو اوكي وهيك خلصنا معلم لوز اللوز اوكي حبايبي فهمت الطريقه ما شباب لازم لهالطريقه اللي بده يعني يستخدمها يعني اللي بده يعني كيف اشرح لكم اللي بده يعني يستخدم هذه الطريقه شباب عن طريق الاي دي تشحن مباشره لازم تشتري مثل رصيد اللي هو الشيل فهمت علي كيف حبايبي اللي هو الشيل ومن بعد تاخذ هذا القسم مثلا 100 شيل 200 جوهره كذا كذا والى اخره فهمت علي كيف اوكي ليديز اند جنتلمان خلاص حبايبي خلينا نرجع للسكن وين السكن وين السكن برو وينها؟ أين هو؟ وين راح هذا؟ مش لا طول بالكم هون اكسكلوزيف اكسكلوزيف أين هو معلم؟ اكسكلوزيف والله معلم بيجي اكسكلوزيف هذا هو يلا ونجيب أبو السكين شباب طبعا شباب كنت حبيت أنزل لكم مقطع سبب خاص لهذا ال 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 كيف شرحنا طريق الأي دي بس ولكن شباب يعني ما الصراحة يعني ما قول لي لا طول بالك لا طول بالك معلم لا طول بالك معلم لا طول بالك معلم طول بالك معلم شو ها اوكي ما في صوت ويل اجنحه وما اعرف شو اوكي شاف في افكت في افكت يعني في افكت فيه في يعني شيء خاص بهذا السكين هنفتحه معلم تعال هون يا جميل وروح نشوف الشنطة أين هي الشنطة شباب الحلوين نجي لهون وين الشنطة هاي اللي جبناها حبايبي وين راحت وين راحت الشنطة شباب ها هاي هي الشنطة شباب إيه تمام تفرج واو واو شو ها فرجوا شباب الشنطة ما أحلاها هاي هي يا بوي فرج لا 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 مستحيل لا لا يا ربي مستحيل لا لا شباب لا 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 طولوا ما بالكم شباب هيك معلم الوضع بده تظبيط اللوز اللوز طولوا بالكم تعالوا هون وين نحط شو بنحط كنا وين كيلي 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 I love feeling the wind in my hair لا يا شيخة تعالوا هون معلم تجي لهون حبيبي والله هي نظارات معلم طبعا هي بالعاده ما يمكن ما في نظارات رح نشيل النظارات تبعتهم اوكي وهيك شباب لا يا زلمة لا يا زلمة والله الشباب ثاني انتم تطلعوا على التدريب نشوف خلينا نطلع على التدريب نشوف الشباب الاوضاع طبعا شباب انا داخل بفري فاير ماكس طبعا فري فاير ماكس فيها شوية مشاكل مثل ما بتعرفوا بالحساسية ومحساسية والاشياء البيض اوكي خلينا ندخل شباب ليتس جو ندخل يا بوي يا بوي يا بوي ويلي 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 عودتيني 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 هات لي نشوف شباب نشوف السكين من قرب شباب كيف الاوضاع طيب ما اعرف كيف راح نشغل هاي الافكت ليك خلينا نشتري هون ثواني شباب نجي لهون نشتري هنشتري شوتجن طويل او بربر نشتري واحد من بربر تمام نظبط الوضع هون شباب لنشوف شو هالافكت اللي بيصير طبعا بيصير الافكت اللي هي يعني بصير اجنحه وما اجنحه وهيك معلم باللوس هات لنشوف بالافكت معلم ويلي ولي شوفوا الاجنحه شباب كيف عم تطلع
ويلي ويلي ويلي. طب ثواني شباب ثواني 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 شباب، راح ندخل نشوف الحقيبة بنفس الوقت نحن يعني داخل الجيم. طول بالك طبعا الحقيبة الفول عرفناها، راح ناخذ بسرعة الأخيرة وشوفوا الأجنحة شباب. طول بالكم واي 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 تمانو ايه تمانو. تفرجوا شباب تفرجوا معي تفرجوا معي، راح ان شاء الله شوف راح يصير الجناح الطرفين. ويلي 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 شوف الأجنحة. ويلي طبعا شباب شباب شي الوضع يعني it's very cool it's very cool معلم it's very cool شباب free farm max very cool خذ لك لايك في الحقيبة. شوف الألوان بتطلع شباب لما تنزل. لا والله شباب الحقيبة مع السكين هيك أجنحة بيطيروا معلم. شوف وبا يعني تحس حسك في جناح. وين 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 معلم 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 طولي بالك ابلع هي. يخرب بيت سنتهم شباب دول من الصبح، يخرب بيت سنتهم. تعال هون ما بعمل هذا، ما بتعمل حد معلم. ويلي 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 هذا شو بيعمل يا اخي؟ هذا جايب بالسنايبر يا الله، شو عم خلينا نتدرب بالسنايبر حبيبي والله. ثواني يا شباب قول يخرب بيته مصباح معلم هذول. بس شباب الصراحه الحقيبه هي شباب شوي يعني ما بد كبيره شوي الصراحه، بس حلوه كثير يعني كبير بس، ولكن يعني ما زالت حلوه كثير يعني مع الالوان مع الالوان. وقف هذا هنا ايه بوي ايه بوي يا بوي يا بوي. تعالوا تعالوا يا جماعه تعال تعال يا اخي. اللاعب ما يشوفه من الحقيبه الشباب والله، الحقيبه هي مدخل واحد يشوفه. بس احنا راح نجرب الحقيبه الشباب بشخصيه شاب بشكل سريع، بس شوفوا وضعها كيف بشكل شخصيه شاب. اوكي اوكي حبيبي انا بشخصيه اللاعب باللاعب بلعب شخصيه شاب يعني بلاعب يعني يعني بشخصيه لا والله شاب يعني الحقيبه كمان طلعت شوي اكبر باكبر شوي، بس ومع ذلك شاب يعني تحسك تحسك بدك تطير يعني. شوف 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 فرج 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 عن جد شباب حقيبه حلو، بس ولكن شوي كبير. بس ومع ذلك شباب يا اخي اجنحه وما اجنحه هاي شنو؟ ويلي 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 والله شي لوز اللوز. خلينا نشوف شباب نضرب بالفايت، نعمل شي فايت بهالحقيبه اللوز. وين الناس وين الناس وين الناس وين الناس يا اخي يا اخي وين الناس يا جماعه؟ هاي في واحد هون طبعا. وين هذا عم يختفي يا الله؟ عم يختفي يا الله، هذا عم يختفي كان. اوكي ويلي 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 ابلع ابلع يخرب بيت سنتم هذول من الصبح حبايبي، يخرب بيت سنتم من الصبح. متوحشين الشباب متوحشين يا زلمه. ابلع والله شي لوز. حبيبي والله. اوكي ليديز اند جنتلمان نعمل هيك نعمل هيك نعمل هيك حبيبي والله حبيبي والله يا شباب. اوكي حبيبي الكرام هيك بكون تم مقطعنا اليوم يا اساطير، بيكفي يعني ما راح نطوله اكثر من 15 دقيقه شباب. بس ولكن شباب مع ذلك السكين البنت وسكين هذه الحقيبه شباب يعني اسطوريه عن جد حلوات كشكل شباب يعني شكل مميز شباب يعني. انا الحقيبات اللي فيهم هيك اجنحه ويطلع وهيك انا كثير بحبهم شباب كثير كثير. حبايبي الكرام لا تنسونا باللايك وشير والمشاركه شباب الحلوين، واللي ما حط لايك حاط لنا لايك، واللي مش مشترك يشترك حبايبي. ونشوفكم على خير ونشوفكم باللايفات المسويات. الى اللقاء على الفيسبوك.